هجيب اللي باخد 20,000 زي اللي باخد 2,000. صح. اللي معاه 7-8 عيال الرغيف بقى قد كده بجنيه. صح. انت بتاكل اكل حلو زي زمان. صح. ها نفسك في الحاجه بتبص عليها وبتمشي. صح. من الغلا بتاخد المرتب بتاعك ايه؟ هترد عليا بتاخد ايه؟ هيعملوا لك ايه؟ الناس تعبانه. لا الناس بقت تفضل تجيب الحاجات اللي لها لازمه عن التين، لان التين ده مش شايفاه اللي هو يعني قيمه قوي قصاد الرز وقصاد السكر وقصاد الحاجات الثانيه. صح. عادي في غنى عنه. والله الاسعار غاليه بس هو ربنا يوصل والله، بس كل حاجه غاليه دلوقتي، حتى الدكتور حتى الفاكهه الالبان كل حاجه بتغلى والمواصلات بتغلى ومش عارفين احنا هنعمل ايه. طب انت بتتعامل مع الغلا ده ازاي؟ يعني مثلا في سلع بتبقى اسعارها عاليه وسلع اسعارها قليله، انت مثلا ممكن يبقى نفسك في الحاجه اللي سعرها غالي دي، والله انا بتعمل ايه؟ فيها ومعيش فلوسها مش هجيبها، انا هعمل ايه طيب؟ هبص لها بس هعمل ايه طيب؟ لمسه فيها زياده في كل حاجه، بس انا بحس ان ده كاش على التجار مش تسعيرات. وبعدين لازم يبقى في رقابه على التجار، يعني البياعين كده سايبين الدنيا، كل واحد بيغلي على شوية. انت نسبة المبيعات عندك لو هنتكلم فيها قلت بنسبة قد ايه مقارنة؟ 60% 65%. الوقت كله بيقسم من اول حاجة بيبتدي كتف. توقعاتك للأسعار في الفترة اللي جاية؟ والله مش هتعمل ايه؟ هو الفرق هو بيعمل كده كده. لا انت كتاجر حضرتك شايف ان الأسعار في أصناف، غالبية الأصناف في ارتفاع. اه. فهل هتستمر على الرينج ده؟ بطاطس في الارتفاع ده في الاسواق. اه. وهتزيد عن كده. تسكن بكام؟ ميك ايه؟ نور ايه؟ عيال ايه؟ بلاوي سودا ايه؟ ربنا يرحمنا. ربنا يرحمنا. حاجة معصام جايبة اخرها وكلنا جايبين اخرها. يا عم احنا كلنا الغلبان هو اللي متداس عليه. اللي هو حاسس. انما الناس اللي هي مبسوطه اللي بتاخد مرتبات تمام ما بتتكلمش، عنده الشغال عنده السواق عنده الخدام، ها بياكل الاكل النظيف بياخد فلوس كتيره مش حاسس، هو اللي فيده في النار زي اللي فيده في الجنه. المبيعات بتاعتك قلت في حاجه طبعا مع الاسعار لما زادت؟ عم الحاج كل حاجه قلت مع الناس كلها مش معايا، مع الدنيا كلها، واللي ما كانش ربنا يرحمنا مش هنترحم. هو رحمة ربنا اللي تنزل علينا وربنا اللي تولانا وتولى الغلبان، مفروض الرحمة يا رب عشان ربنا يرحمنا، مش شكوتنا الأول والآخر لربنا، عشان احنا اللي بداس علينا بالجزل. ماشي حاجة نهارك زي العسل.